حياكم الله مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم اليومي كالعادة. عندنا أطباق شهية ونكهات من حول العالم وحكايات مختلفة وأسرار المطبخ يوميا طوال شهر رمضان في حكاية وطبخة معي أنا رؤى ريان والشيف ضحى العطشان. يا سلام، هلا هلا هلا، يعطيك العافية شيف ضحى. يا أهلا وسهلا، أخبارك؟ يعطيك الحمد العافية. الحمد لله كويسة. اليوم وحشتك برشة برشة بزاف حبيبتي. وحشتك بزاف، وحشتك بالذات. طمنيني ما سوينا ولا تصدقين ولا طاجن ولا شيء. يمدينا نلحق؟ ما اتوقع صراحه. الطواجن يبغى لها وقت، يبغى لها هدوء، ما يبغى لها برامج لايف. الطواجن تاخذ وقت، تاخذ وقت ساعتين اقل شيء عشان يطلع الطاجن مضبوط. صحيح صحيح. اول شيء يعني كثير متحمسين لطبخات اليوم وايش الاشياء اللي انت بحضرتها لنا وتفاصيل كثير، لكن في البدايه اعطيني سر من اسرار المطبخ. ايش سر اليوم؟ ايش؟ اعطيني شيء عن الزبده وكريمه الخفق. يلا. طيب اول شيء يعني في معلومه صادمه، تبون اسوي لكم اياها ولا لا؟ يمدينا؟ ما ادري. تاخذ وقت؟ ما ادري. ايش هي؟ طيب كنت جالسه بتقولي هي تضربون كريمه الطبخ الين تفصل وتصير زبده، وفي يعني كريمه الطبخ يعني اضربها يعني بالخلاط. بالخلاط في خلاط. أيوة. لا خمس دقائق وتشوفين كميه الزبده اللي فيها مو طبيعيه. فدائما لما نجي نستخدمها لازم نخففها بالحليب او نعرف كم مقدار الزبده اللي فيها. يعني بالعاده كل اكتبوا باليوتيوب. أيوة. كيف اعمل الزبده من كريمه الطبخ فيطلع لكم، فتشوفين كميه الزبده مو طبيعيه. انا قصدي لازم احنا في الاكل نعرف ايش قاعدين نستخدم. صح صح. عاد اليوم انا وشيف ضحى قبل لا ندخل على الهواء بنحكي، انا تقول لي انت ليه ما تدخلي على اليوتيوب وتكتبي اي استفسار لا تساليني؟ اقول طب ما انت عندي، طب ليه ما اسالك؟ تقولي لا. لا انا اقول اذا انا مستعجله. أي. انا الحين ابغى اسوي ملوخيه مصريه مثلا. أي. ابغى اسوي مثلا مكبوس كويتي. حلو. مثلا أي. اي اكله من اي بلد في العالم، بكبكه من ليبيا. ما اروح اسال والله الشيف ضحى شلون اسوي المبكبكه. عادي اكتب باليوتيوب اشوف كم وصفه، اشوف اكثر شيء يناسبني انا، يمكن في شيء ما اكله. صح. التكوينات واسويها علي انا. بعضهم يقول الحين قاعد اطبخ ردي علي. طب يعني انحرقت الطبخ. لا كيف اكتب لك وصفه كامله انا؟ يعني انا اشرح لك تكنيك. أيه. تقولي لي الدجاج ناشف، اقول لك كيف. يعني زي واحده تو تسالني بسنام تقول لي كيف اسوي بصل مقلي. بصل يطلع زي الشبس. حلو. كيف؟ كيف؟ تحطي زيت غزير، اول شيء ما تحطي عليه ملح، الملح حيطلع مويه وحيذبل. صحيح. تحطي زيت غزير وتحركيه زي الشبس طول الوقت، حركي 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 حركي، حيصير معك بصل مقرمش. يطلع كرنشي. كرنشي يعني انا اعطيك تكنيك، يعني مو اعطيكي طبخه كامله. وصفة طبخه. صحيح. صعب لانه عرفتي؟ ليش اليوم عندنا اخباز كثير يا شيف ضحى؟ صرت اميل للتكنيك لانه كل الناس صارت تطبخ، ما في احد الحين ما في جنب اسمه شيف ويقول معلومات غلط. فانا افضل فود بلوجر. بلوجر. أيوة. عاد تدري ايش شيف ضحى؟ بما انه يعني الحين انا صار لي كم؟ واحد اثنين ثلاثة برامج طبخ قدمتها. بحط الشيف الاعلامية رؤى ريان. لا لا شوفي يعني شوفي الحين انا ما يخالف، الواحد كل يوم يتعلم. أيوة. انا المطبخ احنا زي بالضبط زي دكاترة التجميل. خليني اشرح لكم. احنا في الحين واحد يتخرج طبيب. اوكي طبيب عادي. حلو. حلو. بعدين هذا الطبيب عادي، هذا الكومي شيف يعني بس تعلم يقطع، يتعلم اساسيات المطبخ، التقطيع، الالواح، الالوان. هذه الاساسيات. بعدين يجي واحد يصير احسن، يصير مثلا للسخن. الحين في شيف متخصص اكثر. أي. يصير مثلا للسخن بس يسوي سخن او للسلطات، للسلطات او للبارد او للحلا. المهم. أي. بعدين يتطور. أي. عرفتي؟ عرفتي. يصير مساعد شيف، بعدين يصير كذا لين ما يصير اكزكتيف شيف. نفس الاستشاري حنا. ما في واحد كل شيء، احنا كل يوم العلم نور، كل يوم يطلع تقنيه تكنيك. صح. زي الحين صار يستخدمون اشياء، الحين انت تاكلين تروحين تشوفين هذا الشيء يعني يطلع كذا مقرمش، يطلع ما ادري، يعني كل شيء يتطور. فهمتك. عرفتي؟ عرفتي. بس فهمتي عرفتي؟ المهم انه يعني كل يوم يعني انا ما عندي مشكله يقول واحد عن نفسه طباخ. بس كلمة انه لانه احيانا في اغلاط انا بشوفها بزعل. مثلا يعني اهم شيء عندي الهايجين، الدجاج دائما في الثلاجة. التقطيع، الالواح، لما انا اقعد اتكلم، انا مثلا كنت قاعدة اقطع دجاج وبعدين اروح اسوي بصل وبعدين اكله ني. صح. لا صح، لازم ينطبخ.
فهمتي؟ صحيح. ترتيب كذا ترتيبات في الطبخ بس فقط لا غير. يعطيك العافيه ربي يسعدك. انا اليوم خبز طيب. كثيره بس ساندوتشات، انواع سندوتشات لسه جايبه انواع كمان زياده طيب. بس خليته في ال... الحين هذه وصفتنا الاولى، هذه مقاديرها ايه. شايفه انواع مختلفه، توست توست و... وخبز هنا خبز البرجر او زي الصامولي المدور ايه. هذا الصغير من المخابز طيب. مليان حلو. ايش حنسوي؟ ريالين ونص وتعال بص ريالين ونص طيب أيوة. خليني اعرف ايش اللي محضره لنا اليوم. يلا طيب انا اليوم بسوي كودو وبسوي تونه. طيب الكودو انا اهم شيء عندي بعتمد على التكنيك الطهي. اوكي الكودو هي عباره عن دجاج وفلفل رومي وبصل، احنا اليوم سويناها جوانح وصويا صوص، وحوريكم التكنيك حق الطهي. يعني مو اهم شيء الطبخه، بوريهم الموضوع اللي شاغل بالي دائما كيف اخلي الدجاج ذايب. أيه فمره المكونات مره سهله. حلو حلو تمام. طيب يلا الخبز دائما متغطي. بسم الله. اول شيء حنسخن المقلايه. طيب المقلايه تسخنونها لين ما يطلع منها دخان. تسخن جامد تسخن. اوكي طيب. انا تو قاعد اوريهم بس احنا ما كنا نقول انه ما نسخنها كثير ونحط عليها الزيت دايركت، انه نخلي مو مشكله الزيت الحين مو قضيه. طيب قضيه طيب. انه لما نحط الدجاج لازم يكون المقلايه ساخنه لدرجه انه ولا نقطه مويه تطلع منها تمام، وانه تعطيني الطعم السموكت اللي سويناه كم يوم من كم يوم. حلو يلا اوكي. وانت تشوفينهم هم لما يحطونها ما يطلع الجريل حار صح. ايوه هو زي التشويح. ايوه زي لما تروحي المطاعم هذه اللي يسووا فيها الشو حق الاكل أيوة. الياباني أيوة. تشوفين مويه تطلع؟ لا ما تشوفين ما في صح تكون صح؟ ناشفه صحيح. صحيح. فانا حوريهم الحين احنا يلا. حطينا نقطه مويه. ايوه لازم اسمع هذا الصوت لو حطيت نقطه مويه، لازم كذا يتبخر في ثواني ما يطول، يعني لازم لاي درجه انا بوريهم المقلايه تكون ساخنه. حلو. عرفتي؟ أيوة. الدجاج دائما كنا في المطبخ الدجاج وين يكون؟ في الثلاجة ودائما ايش؟ مغلف عشان النظافة والإيش والأطافة والسلمونيا. والسلمونيا هذه السلمونيا ذبحتنا ذا السلمونيا طيب حلو. الحين استنى بس تنشف، أنا كل هذا عشان أوريكم أي متى تحطين الزيت ومتى تحطين الدجاج. تمام إلى الآن نستنى إنه خلاص ها ما بقى شيء. تحمى تماما تكون ساخنة. طيب ليش يطلع الدجاج المندي ذايب يا جماعة؟ الدجاج المندي ما يمديك تاكلينه، يطلع زي اللوز نسميه، زي الفستق كذا ذايب زي الزبدة. صح لأنه الفرن يوصل 400-250 ويكون اللحم 450 والدجاج 250 ويشغلونه قبل ساعة لين ما يوصل درجة الحرارة وهو متسكر. واو. طيب عشان كده تطلع اللحمة دايبة. تطلع اللحمة ذايبة ولا فيها صفرة ولا فيها ريحة، مع أنه ما يحطون فيها ولا نوع بهار. معقول في المندي يحطون صفر زعفران ترى ما في. ها حطينا الحين الزيت. حلو حلو. هنحط ايش؟ الدجاج. الديايه يا ديايه حياتي، انا ترى اموت في الدجاج. اول ما كنت احبه كنت احب اللحم، بس بعدين يعني انا مو رياضيه لا، بس يعني صرت يعني بسم الله. هذا الصوت مهم، هذا الصوت اهم شيء في الحياه. الحين نسوي شويه مفرقعات. يلا بس دقيقه. شوفوا ما طلع ولا نقطة موية، نقطة موية ما طلعت. لا ويغسلوها كمان. فوق هذا تنغسل الدجاج، الدجاج ما ينغسل. اي. حلو. خلاص. طيب الحين يلا. يبغوا شو؟ طيب يلا. يلا أنت بعدي بعيد. اي. مجرد انت حطيتيها خلاص راحت النار. حلو. مجرد حركتيها الزيت ايش حيسوي؟ اي شوفوا. طيب كذا سويتوا شويه اشياء حركات. طيب حركات. انا هنا قربوا الكاميرا. اي الدجاج بالله ناظري اشوف ايش طلع فيه. خلاص حق اقفل النار الحين عشان الصوت. يلا استوى تبغى ترجع تسوي الشو. شوف ضحى. تشوفين اي زفره؟ تشوفين اي مويه؟ ولا اي شيء. والدجاجه مستويه؟ مستويه. انت لين تحطين البصل والاشياء والخضار خلاص. الحين بنحط البصل في هذه السندويتشات. في شيء مره مهم، لا تحطون ملح اذا بتستخدمون صويا صوص.
طيب أوكي. عشان ما تصير الملوحه زايده. ملوحه زايده لا أيه. ولانه احنا بنستخدم اصلا اوريدي جبنه أيه. الحين انا استخدمت الملعقه وشلت الدجاج المستوي، انا هذه الملعقه بتنشال وبتنحط هنا في المقطع أيه. في الحوض، وحستخدم ملعقه جديده لان الدجاج صار مستوي. طيب ليش؟ عشان كان الملعقه في الدجاج غير مستوي، انا شلت ملعقه فيها دجاج فصارت كلها بكتيريا أي. فلما انا حبيبتي الحين ارجع ارجعها بالمقلايه واحرك، هذه ما حتتعقم من كل الاطراف. صح صح صح، فنرجع نقول اهم فنرجع نحط مثلا الملاعق نصب مويه حاره، هي هذه البكتيريا تموت فقط في الحراره تمام. او مواد تنظيف معينه. حطينا البصل اوكي، هنحط الحين هنحط الفلفل الملون، حنزيد شوي بصل، بصل يا بصل، بصل حياتي يا عين، ما شفتي زيك. طيب كيفكم؟ طيب يلا الحين حطينا البصل وبعدها حطينا الفلفل الملون ورؤى راح تطلع. فاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، واكيد نشوف طبقنا اليوم. شيف ضحى ما زال التشويح مستمر على فكره، على النار عاليه خلاص. شفتي الحركه اللي ايوه حط الزيت مره ثانيه؟ لا لا ما حطلع نار لا. طيب في اكثر من حلقه سويتيها هذه الحركه شيف ضحى، بيفرق تماما الطعم والريحه. يعني الحين لما كنت واقفه معك قبل شوي فعلا في ريحه السموك، في ريحه الدخان، ويطلع الدجاج تندر ويطلع. ليش هذه المطاعم اليابانيه تاكل الصحن فيها ب 200 و 300؟ ترى عشان هالاشياء الصغيره. يس. تاكلي اللحم تقولي ايش هاللحم هذا؟ كيف كذا دايب؟ طب انا اجيبه، انا اروح عند اللحم واجيب تندر واسوي نفس الخطوات ما تطلع، لانه يا ماما هو بايش بيعتمد؟ على الحراره العاليه اللي تحتفظ بالسوائل. صح. طيب نستمر في التشويح. الحين نحط الصويا صوص. خلاص. شفتي اسهل من كذا طبخه؟ شوف ضحى، يعني الفلفل الملون او الفلفل الرومي ما خليه يستوي تماما، لا ما خليه يذبل. ايوه يعني يدوبك شوي يتشوح بس ياخذ الطعم. طيب نحط فلفل اسود اذا بغينا نحط. طبعا الله، لو عندنا الحين عندنا نودلز كذا، حطي نودلز عليه حطي كروم ويطلع احلى اندومي. صح. بالدجاج بالخضار صايم يا صايم يا صايم. وين وصلت؟ واحد اثنين ثلاثة. بس خلاص خليه كذا، حنحط رشة فلفل اسود وخلاص كذا صار عندي جاهز. شوف ضحى، ايش رأيك في الغبقات؟ يعني بنعرف انه خصوصا دحين في شهر رمضان تعتبر الغبقة من الجمعات اللي تكون يعني مخصصة في رمضان تحديدا. تعتبر الغبقات الحين يعني غير عما كانت اول. شيف ضحى اول كانت مثلا تقتصر على على الحي، يعزموا بعض على عشاء متاخر ويعملوا الجمعه هذه، لكن الحين بنشوف انه صوره الغبقه اختلفت تماما. صاروا الاصدقاء يسووها، الاهل يعملوها، حتى الفنادق وفي شهر رمضان مثلا تقول لك الغبقه الفلانيه، الغبقه عارفه يعني صاير كانه اصلا مو رمضان، عرض ازياء، كل واحد صار يتفنن ايش يلبس. اقول لك صار انا ذاك اليوم يعني طلعت من البرنامج ورحت فطور، كنت معزومه فطور حق شركه. رحت لقيت الرمول، انا طبعا طالعه من برنامج يعني، بس انا لو انا صايمه وقاعده في البيت والله ما احب. والكعوب والعبي العبي العبي حتى صار في عبي رمضان. صح في عبي وميك اب رمضان، وبعدين هنا كله كريستالات كله مدري ايش. فالناس وصلت مرحله يعني بتبالغ، بتبالغ وتبذير وجنان. شوفي يعني اول كانت صح بسيطه اكثر، الغبقات تعتمد مثلا على الاكلات الشعبيه، الحلويات الشعبيه. اقول لك الحلا صار بالغبقات يقدمون 20 نوع حلا، 20 نوع مالح، السفره من هنا لهناك، حتى صار في توزيعات. صحيح بيجيبوا هدايا. طيب تخيلي يعني انا الحين بسوي بدفع لي 40,000 عشان ابهرهم واجيب الصبابات ولابسين ونورتونا وشرفتونا. انا عندي راي يعني مختلف شويه شيف ضحى. انا عندي راي مختلف. انا ما اتكلم عن انا كم اصرف، بس يعني انا مو ضد لانه حلو عادي. انا حلو يعني رمضان. اسمعي يا قلبي، وش القصد من الجمعه؟ سؤال.
الحب، نجتمع الحب، نتواصل نتواصل، اقعد معاكي مرتاحه، ما اقعد كذا مكروبه وشعري قايل كذا قايل رجولي لابسه كعب وقايله كذا، اقول لك مو قادرين يتكلمون. كيف قايل بوك؟ اذا ما قعدت بالارض وحطينا القهوه وبدينا حش وفصفص وما ادري ايش وجيب ودبات، هذه احلى. صح صح، هذه احلى كذا القعده البسيطه ونقعد نحس نسولف كذا. وانا والله انا ماني ضد ولا شيء، انا انسانه احب الناس، انا قاعد اقول اجيكي عشانك، انا ابغى اشوف رؤى، انا احب رؤى بقعد معاها. والله ما حبيت اللي حبيت يا بعد عمري، لا انا قصدي نجمعنا الحب، مو يجمعنا الفشخره وانا اشوف نفسي. ومساكين في ناس، تدرين في ناس ياخذون قروض؟ والله العظيم ترى والله والله ياخذون قروض ويسوون جمعيات ويسوون اشياء لان المبالغ صارت مهوله. يعني بتاخذ مكان، بتجيب بوفيه، بتجيب صبابات، يعني فوق الحلويات 30,000 يعني، صحيح؟ عرفتي؟ وبعضهم لا اعلان يجيها ببلاش لانها مشهوره مثلا. اي يعني بس نادرا الناس، يعني خليني بحسبها كذا، ترى قليل يعني مقارنه اللي قاعد بيصير من الغبقات. المشكله هو انه مثلا تيجي مشهوره تسوي غبقه وزي ما ذكرتي ربما تكون مدعومه باعلانات وغيرها، ما شاء الله في ناس ربي معطيها بالعافيه بالعافيه روحي، ما قلنا لا. بس والله العظيم اني انا مره شفت يعني ناس قاعد تجيب مصممين وتسوي اشياء وبعدين يجيبون ترى واحده ترسمك عند الباب، واحده ما ادري ايش تسوي لك، واحده تنقش لك حنه، واحده تعزف، واحده ايش في؟ انت اليوم معزومه على غبقه. ايش في صديق؟ انا بروح غبقه اليوم عاد، وان شاء الله بكره بقول لك كيف التفاصيل بيني وبينك، مو على الهواء. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي. بس انا يعني بصراحه شوفي، احب الجمعه كيف ما كانت، لكن ضد المبالغه. يعني المبالغه او الزياده ما جاء أقول أنا شيء الا وشانه. جايتك ابى انبسط، ابى اعرفك، ابى تعرفيني، بنشوف بعض. صح. عرفتي؟ أيه. بس اغاير يعني كل واحد يغاير الثاني، كل واحد حتى السيارات حتى المدري ايش، يعني وصلنا مرحله فيها كذا شوي شوفني واشوفك ومدري يعني ايش، يعني صارت المظاهر تغلب على الهدف الاساسي انه احنا نتزاور او نتشاور. بعدين يعني اذا انا لبست كل مجوهراتي وكل، ترى مو دليل على يعني. صح. قد شفتي بالله واحده من الامارات مثلا الكبار كذا تلبس هالكميه مجوهرات؟ بالغالب اميراتنا هنا لا. امارات برا بالغالب لا، لا. أيه. كمية الأشياء وكمية والتركيز على الساعة والرزة يعني شوفيهم. صح. دائما نشوفهم الحين، شوفي الأميرة ريما، الأميرة شوفيهم. صح. كيف شوفي. صح. إطلالتها كيف في قمة الرقي والهدوء والجمال والهدوء. صحيح. صحيح. والميك اب السمبل وكل شيء سمبل و... معليش يعني بس هلا تعليق. طيب طيب خلاص خلاص. خلاص الدجاج صار عندي جاهز. أشوف. طيب شوفي أنا أفضل حبايبي ما نحط المايونيز وهو ساخن إذا بنخليه وقت طويل. طيب بس عندي سؤال أبو أعرف السر، حتقولي لي بعدين الموضوع على المايونيز شيف ضحى، بس إيش السر إنه طلعت الريحة مختلفة؟ كودو كودو. إيه شلون؟ الصويا صوص. الصويا صوص بس. صويا صوص. طيب خلينا كمان شيف ضحى في فقرتنا الطبية، اللي نحب دائما انه احنا كذا نفوكس ونركز على بعض الامور. في هذا الفيديو مشاهدينا الدكتور خالد النمر تكلم لنا عن طرق تناول أدوية القلب في شهر رمضان، نتابع. في الحقيقة في رمضان يجب ان نعرف ان هناك ثلاث فئات من المرضى، في مرضى عالين الخطورة وهؤلاء لا نسمح لهم بالصيام في رمضان، وسوف نذكر ما هي هذه الفئات. والفئة الثانية هي المتوسطة، وهذول ممكن يصومون رمضان بس بتعديل بعض الأدوية. والفئة الثالثة هم الذين يستطيعون صيام رمضان من دون مشاكل. غالبية مرضى القلب يستطيعون الصيام في رمضان عادة، لكنه في فئات معينة يمنعون من الصيام، مثل الناس اللي عندهم جلطات حديثة في القلب، مثل الناس اللي عندهم عدم تحكم بالضغط، مثل الناس اللي عندهم فشل في القلب بالدرجة الثالثة والرابعة، يعني فشل شديد، هؤلاء يمنعون من الصيام. كيف تنظم الوقت؟ تنظم على حسب عدد الأدوية اللي هو يتناولها. فعادة أنا أنصح مرضاي أنه الجزء الأول يأخذونه بعد التراويح، مثل أدوية الضغط، مثل الأسبرين، مثل البلافكس، يأكلها بعد الوجبة الدسمة. أدوية الكوليسترول يأخرها لما قبل التراويح، قبل السحور. هذا التنسيق العام. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وبنرجع للشيف ضحى على طول حتى تقول لنا ايش صار على
طب خلاص الدجاج استوى طبعا. أيه. احنا لما نروح المطاعم ناكله حار صح؟ صح، بس ناكله بنفس الدقيقة نحط عليه المايونيز وناكله. طيب احنا هنا لانه بنسويه ساندويتش في نقطة مهمة جدا انه يتبرد. ليش؟ طيب لما انا احط شيء ساخن مع مايونيز، مايونيز كله ايش؟ بيض ني. اوكي؟ واخليه 4 ساعات برا الثلاجة، ايش حيصير فيه؟ يفسد. يفسد، وحيجينا تسمم. صحيح. فأنا أبرده. والمايونيز حساس. والمايونيز حساس. جداً حساس. يا سلام عليك. أيه. أنا بحطه هنا يبرد، ومتى ما برد سويت السندوتشات حقتي. يعني أخليه الحين على جنب كذا شوي حتى يهدى. أيوه كذا. طيب. يبرد وبعدين نحط. طيب، أوكي. طيب، حنسوي مايونيز بدون مايونيز، في ناس تحب الخس، في ناس ما تحب الخس، في ناس تحب الطماطم. في خس عندنا شوف ضحى. في كل شيء، أنا بحط، أنا بحط خس كذا. جبن المربعات، طيب أنا بقول لكم شغلة، أحلى شيء عشان العيلة، حط السندوتشات وأحشيها، طيب، وحطي لهم أشياء إضافات، المخلل، كنت بقول بيكلز، أوه ماي جاد. طيب، حطي مخلل، حطي إضافات، مثلا واحد يبي شطة. كذا حطوا اشياء صغيره كذا جنبها صحون، دائما ترى باشياء بسيطه نسوي احلى سفره. صحيح صحيح. وعاد اقلي شويه بطاطا. اوف يا الله حلو ترى الحساء. نحكي عاد الحين على البطاطس. بطلع بطاطس وقشتر اصلا. والله يمدينا يمدينا. يس اقول لك البطاطس اذا تبونها تطلع مره كريسبي ويامي يامي انا اقول لك ايه اغسلها وبعدين احط لها نشا. لا مو نشا، نغسلها عشان يروح النشا. ايوه بعدين نحط عليها مويه وخل كذا، مويه بارده او ثلج. أيوه. ونخليها شوي وتصير احلى تشيبس. شفتي قلت لك ترى طريقه سهله، بس الله يهديك انت نسيتي المعكس. طيب البطاطس فيها كميه نشا مره كبيره. صح. زيها زي المكرونه عرفتي. دائما لما احنا نغسل زي ما نغسل الرز، دائما نقول الرز المصري ما يطلع معانا مفلفل. ايوه لا الرز المصري يطلع مفلفل. يحتاج انك تقليه بالزيت، تغلفيه بحباته بالزيت. أيوه. عشان يبقى اليوم الثاني. صح. تحتاج بس انا ليش اقول لك احط له نشا؟ لان انا مثلا قبل لا اقلي البطاطا بعد ما اقطعها واغسلها واجهزها ما احط بصراحه مويه وثلج وخل وكذا، لا ارش عليها نشا تصير كريسبي. تصير كريسبي صح ممكن ليش لا، بس طريقتك احلى. بس دقيق عادي حتى البطاطا الوجز حتى. أيوه. نفس الشيء بالضبط. بس هذه لها طعم. واللي انا اقصدها لها طعم، انت اللي تقصدينها يطلع عليها طبخه كريسبي. صحيح. انا اللي اقصدها تطلع شيبس شيبس. تجيبين هذه اللي كذا القطاعه اللي كذا البشاره. طيب وتسوينها وتسوينها بشاره مو بشاره قطاعه، عاد كل واحد يسميها ايوه كما يشاء. كذي كذي. يلا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع كمان باقي الفقرات. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، والحين نروح للشيف ضحى كمان لي ساندويتش. يلا ساندويتش ثاني. ايوه اليوم عندنا ساندويتش. ساندويتش طيب. يلا. احنا نحكي عن تونه ساندويتش. تونه ساندويتش هذه اخذت شهره. عرفتي المطعم اللي فاتح في السفرات فاتح في كم مكان؟ حنسوي نفس الخلطه. يا سلام. طيب ايوه مره حلو. حنسوي بس هم يسوونها سبايسي، اللي يبغى يسويها سبايسي يجيب هالابينو ويفرمه. انا احب الهالابينو جدا. ما جبنا. والله تحبينه كثير، احسه مره ينكه الاكل. خساره ما جبته. اتس اوكي عادي نكست. ممكن احط هالابينو، ممكن احط لك فلفل حار، بس انت ما تحب الحار. لا 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 مو فلفل حار، الهالابينو. ايوه لا لا طيب. طب عندي تونه علبتين. اوكي مهم التونه تكون بالزيت مو بالمويه تطلع ألذ واطعم. ايوه عندي مايونيز تقريبا 4 ملاعق كبيره او 5. عندي ملعقه خردل ماسترد. ايوه طيب عندي مخلل، في مخلل غير هذا ردش حالي شوي. أوكي. يجي كذا مطحون هذا. أيوة. ألذ مخلل تاكلونه في الحياه مع السندوتشات. عندي طبعا ملح وفلفل اسود، عندي عصير ليمون، وعندي فلفل حار سومطره. انا اليوم كذا فبس بنخلطها. اوكي طيب الحين في كمان سندوتش ياخذ العقل، في انت حطي مايونيز وخردل وشوي سومطره مسلوق بيض طيب وبقدونس. أيوة. حلو يعني ترى في سندويشات كثيره نقدر نسويها بارده. اوكي على سفره رمضان ومره أقولك. البيض مره حلو. أيوه. ومره مغذي ومره مفيد. اقول لك على واحده من الخلطات اللي احب اسويها مع التونه. لحد حايل احط معاها تفاح اخضر. والله بالعكس حلوه. ايوه شرايح صغيره واحيانا احط عنب. عنب اول مره اسمعها. يا ويلي شوف لذيذ لذيذ لذيذ. والله عنب اول مره كذا، بس عارفه تقطعي شرايح خفيفه ما تكون كثير. انا احب مع التونه احط بصل وتفاح اخضر وشويه عنب. والله حلو والله حلو الطعم، بس طبعا ما احط الاشياء هذه الثانيه، يا دوبك احط ليمون وشويه مايونيز. عرفتي كذا؟ تخيل تخيل الطعم الغريب هذا. اخ بس
الحين. طيب انا الحين بعطيهم حتى إيه لو ما عندك أي. خبز ايش ممكن تسويه؟ ها اوكي، حتسوي انت العجينه، عجينتي اللي دائما اسويها معاكم، 4 أكواب دقيق حلو، ملعقتين حليب باودر وسكر، ملعقتين ملعقه صغيره خميره، واعجنوها قبله بيوم وحطوها بالثلاجه. جيبوا صامولي احسن. لا لا شوفي والله ترى الخبز ترى له طعم يا جماعه. لا اسمع تقول لكم قبل بيوم 4 ملاعق هذا. لا طيب اسمعي، 4 أكواب دقيق. ايوه ايش كمان؟ لا ولسه كمان لسه في مراحل تقطعينها وتسوينها كذا وتغطينها وبعدين تطوينها. ترى الاكل ايش؟ سهل بريالين. صامولي اسهل من القصه. بس صح كلامك، في ناس يحبوا لا الخبز الفريش، وفي ناس فعليا الخبز ما ياخذ معهم شوفي وقت. يعني شوفوا انا بشرح لكم الحين في الايام العاديه مو مشكله، رمضان الوقت طويل والصايم يحس الوقت مره طويل، فتسلوا في العجن، فتسلون بالعجن بس. صح هذه هي النقطه، عرفتي؟ الحين صار عندي صوص جاهز، مايونيز. أيوة. سومطرة. بس انا بحط السر حقي هو ملعقه سكر صغيره. تحطي ملعقه سكر؟ ليش ما ادري. ايش رايك في الريحه؟ ممكن تحطون اذا بغيتوا شويه بقدونس عادي براحتكم، ملعقه سكر حتفرق معاكم وحتكون هي لانه السر. في ليمون معانا. ايوه لازم اسوي بالانس. يلا تعال وبعدين حنحط التونه ونحشيها. حلو بس كذا ونقدر نسوي حشوات. التونه في الخلطه كانت أيه. كذا واو كذي حلو. طيب ونحشيها الحين، بس خلينا نجيب ملعقه. طيب احيانا نشوف ضحى نشوف مثلا مكتوب على التونه لحم ابيض، لحم خفيف. يعني خفيف يعني بالمويه والملح حقين الدايت. اه عرفتي؟ أوكي. واللحم الابيض اللي هو يكون بالزيت؟ اي بالزيت، يعني لا حسب، يعني في تونه، حتى التونه نفسها انواع. الحين حتى السلمون سووه معلبات، بس انا صراحه ما عجبني ابدا، ما حبيته. أي. ما استسخته. كذا خلاص صارت جاهزه. طيب ونحشيها. هذه ممكن مثلا انا بقول لكم ممكن نزيد عليها عود كرافس ونسلق مكرونه الحين مثلا وازيدها عليها واسويها سلطه. ازيد معاها كرفس. كرفس اسوي الحين شوي مكرونه. ايه اوكي سلطه. تعرفين السلطه؟ لا والله ترى مو كثير، ترى هو يعطي كذا طعم يا جماعه. شفتي ترى ملعقه صغيره يعطي مزازه. بس انا يعني انت ادري انا عارفه، بس مخي الحين يقعد يفكر كيف راح يطلع الطعم، بس انا اثق فيك. ثقي فيني، والثقه ثق هو فيني. الاساس يعني. أي. بامانه لا في اشياء اسرار. طيب احنا نسويها في الاكلات. طيب انا حسرق مكرونه حوريكم كيف حنسوي كمان سلطه، وممكن على قولتك نحط تفاح بقى اخضر معاها. رهيبه التفاح الاخضر والله، لو اني عارف كان سويت، بس انا حسوي معاها سلطه مره ثانيه اذا الله سهلها. ولا هذه كمان بعدين لما تجيني ان شاء الله على البيت اسوي لك الساندويتش هذا. ترى كلها توعدني لي كم سنه اعرفها. يلا اسمعي سامي، بس جابت العيد فيني وراحت. طيب اوكي ها، قلت بس تحبي تجيب العيد فيني وهذا تحرج. المهم يا جماعه ترى يعني فعليا انا والشيخ ضحى نحاول نتواعد كثير، لكن هي مشغوله وللاسف ومو قادره اصيدها. شيف ضحى لبيه في فقره صوره وتعليق. ايوه ابغى اسمع تعليقك على هذه الصوره. طبعا في صوره كاريكاتير، خلينا نستعرضها مع بعض يا جماعه عشان نقدر نعلق عليها. شايف الصوره؟ لا ترى شوف نظر وش هو. طيب هنا في البوفيه. طيب ايش يقول؟ عبي صحنك كذا، حلل قيمه البوفيه حتى لو ما ناكلها. ايوه هذا اليوم قاعد اتكلم انا في هذا الموضوع. يا الله قديش هذا الموضوع يقهر. هذا الموضوع يوجع قلبي يا جماعه والله العظيم. تصرف سيء. لحظه سؤال، هو فضل. هو ايش ايش فكره، خلنا نسولفها، ايش فكره البوفيه قولي في الحياه؟ اي قولي انت قولي. يعني ما اعرف انا البوفيه انك تنوع. ايوه طيب تروح وتجي 50 مره. حلو حبتين سمبوسه وصحن شوربه تمر، افطر اعيبنا الله خير، اصلي ارجع مره ثانيه، عجبتني السمبوسه احط ثنتين اكلهم، ارجع مره ثالثه مره رابعه مره خامسه. كل ما اشتهيت اقدر اقوم البوفيه موجود. شو المشكلة؟ مطر. والواحد هو جوعان يحس انه بياكل. صح اذا اكل لقمتين شبع اكيد. ليش انا اقول لهم اقول لهم حتى لو بتروحون روحوا بوفيه سحور مو بوفيه فطور. ايوه لان على السحور حتى تاكلين اكثر. صح وبدري عشان ما تشربوا طيب مويه. طب الناس تعتقد انه كل ما عبت صحنها عشان انه قاعد يحل القيمه ايوه البوفيه. بس هو يعني فعليا هذه من اكثر الاشياء اللي انا اشوفها مزعجه. انه بعد مثلا في اي مكان يكون فيه بوفيهات شيف ضحى، مو بس يعني في هذه الايام، ايام الافطار في الزواجات وغيرها، انه الصحن الزواجات يعني واحده تحط 4 كبابات يعني سؤال يعني معليش يعني. اي
أربع كبابات يعني، أربع أيوه. حبة كباب كثير؟ مستحيل أيوه. تأكلها أصلاً. أيوه أيوه. لا هو المزعج لما بعدين تقوم وصحنها مليان كذا جبال مليان. والله حرام. العظيم أنا حرام. كان أول شغل اشتغلته كان عندي بوفيه، مطعم بوفيه سكر من زمان. والله العظيم لو إحنا كنا نصور الناس بس تقوم، شيء مرعب، شيء مرعب. يقول لك أنا دافع فلوسي ليش ما تعطوني تكوي؟ ممنوع بالبوفيهات تكوي، تخيلوا لو هو ممنوع. صح يعني نظامياً ممنوع، نظامياً ممنوع. عرفتي أول شيء لأن الأكل قاعد على السخان كم ساعة وأنت حتاخذه ممكن لا سمح الله يجيك تسمم تاكله بعد كم ساعة. صح عرفتي؟ صح صح. زي لما أنت تروحين مثلاً مطعم تقولي أبغى كبانية تكوي، يقولك ممنوع. أي. لحمة نية ما أقدر أعطيك، تفسد. فالناس تجي وتحط ونقعد، لا ليش ما تعطوني؟ أنتوا خافوا الله يا أخي. ما في، هو كذا، هذا سيستم، هذا نظام عالمي يعني. عاد تدري انا شفتك اليوم منظر والله العظيم وجع لي قلبي بشكل ما تتخيلي، وانا اعرف انه النظام كذا يقول انه ما يصلح انه احنا مثلا نتصرف بالاكل، اكل البوفيهات تحديدا، الا بطريقه يعني تكون ممنوع، حتى ممنوع نعطي احد أمان شيء اكثر للطرف الثاني. احنا نعطي في طيب. الجمعيات تجي تاخذ الاكل اللي بالسخانات، هذا هو عرفتي. وحتى هذا لازم درجات حراره معينه، مو انه والله انا خلاص. لا. أنا المنظر يا شيف ضحى اللي شفته ذاك اليوم، كذا كنا في مناسبة معينة وخلص المناسبة على النهاية، فبيجوا العاملين بيشيلوا بقايا الطعام من البوفيهات، قاربج هلقد كبره، يمشي ويشيل الصحن ويكب، يمشي ويشيل الصحن ويكب. أنا أطلع أنتوا بقول لكم قلبي وجعني يعني، الهوا هواي كان آخذه كذا ما أقدر أعطيك إياه. بس لحظة، في شيء لازم تعرفونه، حتى ممنوع الموظفين ياكلون او ياخذون شيء. ايوه ايوه. قال لي ما اعطيك، قلت له انا اوزع، وقال لي لا ممنوع ان حتى الموظف ياكل. طيب ليش ممنوع؟ اول شيء خليني اشرح لكم. مثلا في الاوتيل في 3-4 آلاف موظف مثلا، اوكي، من روم سيرفيس، من تنظيف، من هاوس كيبينج، من من من. فتخيلوا ان لما يبقى اكل ويجتمعون الموظفين، صح، نفوس كثيره فيها، صح، يصير في فوضى اكثر من نفوس. هذا الشيء لا، يصير في فوضى في الاكل يعني. ايوه فهمتي، لانهم لهم غرفه اكل ولهم اكل خاص فيهم. فاهمه عليك. شيء ثاني، طيب لو كل واحد عامل طلع بكيس من الاوتيل حتصير كمان فوضى، لان ما حيدرون وش اللي قاعد يطلع، هو من الاكل المطبوخ ولا من الاشياء الجديده. صح. فالموضوع صعب الكنترول عليه. صحيح. فعشان كذا هم ما سووا هذا النظام، مو طيب. انه طيب. نحاسب الموظف. شوف ضحى، خلينا نطلع فاصل سريع. يلا مشاهدينا خلينا نطلع فاصل، من بعد نرجع نكمل باقي الحلقه. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. الحين الشيف ضحى قاعده تجهز الخلطات وهي اولموست صارت جاهزه. شيف ضحى تحب تورينا شيء على السريع؟ لا بوريهم نصيحه بس. يلا على السريع. يا ذا الضحى البثره. عندي عندي جاك عندي جاكيت عندي عندي ارنب قام يلعب جوا الخط. عندي السكينة هذه، طيب مرة مهمة للساندويتش، ما نستخدم السكينة العادية هذه. أول شيء تثبتون من هنا بيدكم، طيب بعدين تقصون. إيش طلع معاكي؟ طلع معاكي كذا. لما أنا أجيب سكينة عادية، طيب يقوم يخرب التوست. شوفوا بعد ما نحشيها نقصها، بس هذه النصيحة حقتنا. طيب شوفي، ها شوفي إيش صار. أي فهمتوا إيش الفرق؟ فهمتك. أي طيب. شوف ضحى، في مبادرات كثير حلوة تصير في شهر رمضان، واحدة من هذه المبادرات اللي تعتبر جميلة جدا وخصوصا في مدينة الرياض، قدم مجموعة من المتطوعين تقريبا عددهم 200 متطوع مبادرة رمضان بلا هدر، واللي تهدف إلى توعية بخطورة هدر الأطعمة. التفاصيل في التقرير التالي مع زميلنا عثمان بن عقيل، حنقول لنا تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة، نتابع. أكثر من 200 متطوع ومتطوعة يشاركون في هذا الشهر الفضيل بمبادرة رمضان بلا هدر، لرفع الوعي بخطورة هدر الطعام، بتنظيم من مؤسسة وقف شباب خير أمة، من خلال توزيع وجبات إفطار الصائم في عدد من مناطق مدينة الرياض. طبعا
طبعاً هذه المبادرة سلسلة لمبادرات سابقة، وإن شاء الله بإذن الله مبادرات قادمة. إحنا تعودنا في كل رمضان أننا نتطوع في مبادرات نوعية على مستوى المملكة، واحدة منها كانت مبادرة رمضان أمان، والسنة هذه كان عندنا احتياج وتحدي مجتمعي في كميات الهدر في الغذاء، ومن هنا جت فكرة المبادرة رمضان بلا هدر، والتي تهدف للتوعية بالتقليل من كميات الهدر في الطعام والحفاظ على الأمن الغذائي من خلال توزيع وجبات إفطار صائم على قائدي المركبات في علب تحتوي هالعلب على وجبة خفيفة تسلم لقائد المركبة مع بروشورات توعوية للحفاظ على الأمن الغذائي من الهدر في الطعام خلال شهر رمضان المبارك. تتميز مبادرة رمضان بلا هدر بأنها تفتح مساحة خيرية للشباب والشابات المواطنين والمقيمين بأنهم يصنعون بصمة مؤثرة في المجتمع من خلال البذل والعطاء في التطوع. مشاركة عمل التطوع ينتمي يرجع لصاحب العمل التطوع بالعمل الخيري الذي يقدمه واستثمار الأجر في شهر رمضان المبارك. ما تتخيلون قديش إحنا جالسين نتزاحم على الأجر. الابتسامة، ابتسم وانت بالسعوث وانت تعطيهم تبتسم. تطوع مسؤولية اجتماعية واجبة على كل مواطن. التطوع رسالة عظيمة لا يقدرها إلا من تحمل مسؤولية مجتمعه وأحب وطنه ليغرس بيده فسيلة طيبة. عثمان بن عقيل لروتانا خليجية. يعني ما في أحلى من هذا الشعور. الله يعطيهم العافية شبابنا وبناتنا على المبادرة الجميلة، خصوصا في شهر رمضان المبارك تضاعف فيه الأجر والثواب. شف ضحى، احنا كده الحين قاعدين نحشي الدجاج. خلصنا من التونة. ايوه قاعدين نسوي المايونيز الكودو. حلو، دجاج مايونيز، دجاج الكودو. طيب. ايوه بعدين جبنا مربعات. طيب أوكي. طيب احنا قلنا انا حخلي المايونيز برا لان في ناس ما يبغوا أيوة. مايونيز حتى انه ما يفسد. طيب شف ضحى، اديني كده بسرعه شيء عن اعاده تدوير الاطعمه او الاغذيه. طيب بقى معاكي ساندويتش من كودو، ايش حتسوي فيها؟ فتة. لا كريمة. طيب كريمة. لا كريمة بالساندويتشات نفسها وحطي عليها جبنة موزاريلا. انا ما اتكلم عن الصامولة. ترى اسمعي كم عندنا صينية. لا هذه مثلا لا هي بنفسها حطيها بخبزتها. بس انا حبيت فكرة انه لو تبقى معايا دجاج مش التونة، الدجاج. اي عادي. نودلز. اي 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 عادي بالعكس صينية. كل شيء والله لذيذة. والله بقول لكم شغلة، ترى الاكل بحر يعني. في اكلات من جميع يعني زي البايلا، وش فكره البايلا؟ رز وسيفود بقايا اكل. هي اسمها بقايا، اسمها بقايا. تشوفين فيها سلطعون، فيها سمك، فيها دجاج، فيها هدوق، اي شيء فيها كل شيء بالمطبخ حطوه. حلو. طيب وبعدين حطوا الرز وطبخوها. يعني وش فكرتها؟ انه انا عندي باقي اكل استخدمه. بس هذه هي. يعطيك العافيه شيف. شفتي؟ خلينا نشيل هذه بس عشان ايش نبدا إيدي. نزهب السفره. قصيت ايدي عادي جرحت ايدي. لا عادي يا ربي سلامتك. ليش انا بقول لكم؟ لا عادي. لا صغير هذه كلمه الاسعاف كلمه المطاف الاصابات. لا انا بقول لكم شغله بس خلنا البس جلافز عشان ايدي. حلو. طيب هذه التونة. هذه التونة. لا عادي. وهذه صغير مرة. البرجر. ليش أنا أضغط بإيدي على الخبزة وقاعدة أسحبها، فهمتي؟ أي قام جرح صغير مرة أصلا. أهم شيء أنت أمورك طيبة. لا الحمد كويسة. لله يعطيك ألف عافية شيف ضحى. وصفرتنا اليوم خفيفة ظريفة عبارة عن سندوتشات، ودائما نقول سندوتشات هذه إيش الكل يحبها، الصغير والكبير. وحين الواحد يحتاج في شهر رمضان المبارك انه يغير عن الاكلات الثقيله. حلو. طيب فشوف ضحى اليوم نوعت ما بين التونه والدجاج، وكل واحده نكهتها مختلفه. يعني المكونات اللي فيها ايه مختلفه تماما. يا سلام عليك.
وبس كذا من ألس سندوتشات والله كذا مرة لذيذة لذيذة وحطوا الجبنة وبعدين أنا جايبة خبز ثاني اللي يحب الخبز اللي زي كذا يقدر يحشيه نقدر نجيب فلافل نقدر نجيب اللي نبغاه طيب مرة حلو ها شوف حطيت لكم كم نوع خبز كمان وحطوا عليها جبن سايل حطوا خس إذا بغيتوا طماطم إيه حتى الخبز شيف ضحى يعني مثلا هذا اللي زي البرجر الصغير ميني برجر في ناس يعني يشوحوه من جوا كذا يفتحوه ويشوحوه على الجريل عشان يدي نكهه يا من سلام جوة. من احلى ما يكون صحيح صحيح الف شكر يا شيف ضحى يعطيك بعد عمري ألف بعد روحي على هذه الاطباق السهله واللذيذه يا عمري انت مشاهدينا هذه المره دعوه من القلب للقلب دعائي هو اللهم إني أعوذ بك من كسر النفس ومن سواد القلب وأعوذ بك من روح مجروحة لا شفاء لها أعوذ بك من يوم بلا راحة واستيقاظ بلا هدف وأعوذ بك من ذل السؤال وتقلب الأحوال اللهم تقبل صومنا وأشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.